الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث جهود وقف التصعيد في غزة. الرئيس السيسي أكد خلال لقائه مع نظيره الفرنسي على ضرورة إيصال المساعدات لقطاع غزة المحاصر بصورة سريعة، مشيرا إلى أن مصر حريصة على الإفراج عن المحتجزين بالقطاع. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة وضع حماية للمدنيين ووضعها في عين الاعتبار، مشيدا بالدور الكبير الذي يبذله الرئيس الفرنسي ماكرون لاحتواء الوضع في غزة. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن اقتحام المسجد الأقصى والاستيطان كلها عوامل أشعلت الصراع، مؤكدا على أنه ضروري السعي لعدم دخول أطراف أخرى في النزاع الحالي. خلونا نشاهد هذا الجزء من كلمة الرئيس السيسي. تكلمنا على أهمية احتواء وتهدئة الموقف في غزة، وهنا بنتكلم ولازم أسجل دي أولا لتفاهم الرئيس ماكرون الحقيقة لفكرة أن عملية النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع في اتجاه الأراضي المصرية أمر شديد الخطورة، وتوافقنا على أن ده أمر مش إحنا في مصر مش هنسمح بيه فقط، لا ده خطر جدا على القضية في حد ذاتها، لأن ذكرت النهاردة قضية حل الدولتين، وده أمر أيضا توافقنا عليه على أن هو غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان أحد أسباب التداعيات اللي احنا شفناها مش في الجولة ديت، في 5 جولات من الصراع خلال ال20 سنة اللي فاتوا، غياب الأمل، حالة الإحباط، اليأس، ده كل دي كانت عبارة عن أسباب أدت إلى الاقتتال اللي احنا بنشوفه بشكل أو بآخر. فاتفقنا على أن خروج الفلسطينيين ده مش حل، لأن إذا كانت الحل الدولتين لم ينجح والفلسطينيين موجودين على أراضيهم يبقى مش معقول ان هم ممكن ينجحوا وهم مش موجودين على اراضيهم. دي نقطه. الهدف بتاع الحرب المعلن ان هو يعني تصفيه حماس والجماعات والفصائل المسلحه اللي موجوده في القطاع، وده هدف انا يعني كلنا عارفين كويس قوي، والخبرات اللي موجوده لكل القاده على مختلف المستويات بدول مختلفة، هذا الأمر بيتطلب سنوات طويلة جدا، ويمكن ده أيضا من ضمن الموضوعات اللي احنا تحدثنا فيها على أهمية ان احنا نسعى من أجل عدم الاجتياح البري للقطاع، وده أمر في منتهى الأهمية أنا بسجله هنا، لأن الاجتياح البري قد ينتج عنه يعني مش تحديات، لا يعني ضحايا كثيرين جدا جدا من المدنيين، ويكفي ان حتى الان احنا بنتكلم ما يقرب من 6000 من المدنيين سقطوا حتى الان، نصفهم تقريبا من الاطفال، ويجب ان نضع ده في عين الاعتبار في استمرار الازمه وعدم وضع سلامه المدنيين في الاعتبار عند التعامل مع الفعل العسكري الاسرائيلي في القطاع. من جانبه شكر الرئيس الفرنسي مصر على جهودها في الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، مؤكدا على أن قمة القاهرة للسلام وضعت أسسا لوقف الحرب والعودة للتهدئة. وأضاف ماكرون في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي أنه من الضروري إيصال إمدادات الوقود إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ستصل قريبا للمساعدة في تقديم الدعم لمستشفيات غزة، وستصل طائرة غدا إلى مصر محملة بإمدادات أساسية. أكد الرئيس الفرنسي أيضا أنه من الضروري تجنب التصعيد في المنطقة عقب الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، والسعي إلى مبادرة للسلام تنهي التصعيد واستهداف المدنيين، مؤكدا لمسؤولي إسرائيل ضرورة ألا يتخطى الرد القانون الدولي. تنضم إلي عبر سكايب من فرنسا دكتور جيهان جادو، الكاتبة والمحللة السياسية. مساء الخير دكتور جيهان. مساء الخير. يعني كيف تقيمين تصريحات ماكرون في المؤتمر الصحفي الذي عقد مع الرئيس السيسي اليوم، وخصوصا الشق الخاص بالمساعدات؟
طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان طبعا اليوم القمه واللقاء ما بين الرئيسين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي ايمانويل ماكرون، الحقيقه كان لقاء في غايه من الاهميه، بيعكس عده نقاط مهمه جدا جدا للغايه. نعم اولهما ان وصول الرئيس ايمانويل ماكرون اليوم للقاهره وحرصه الشديد على مقابله الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا هذا يعكس أن فرنسا تنظر لمصر على أنها هي الدولة القوية المحورية التي تلعب دورا هاما جدا في القضية الفلسطينية. يعني الحقيقة كلام الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كان تأكيد على أن استقرار وأمن مصر خط أحمر، أن القضية الفلسطينية لن تحل أبدا بنزوح الفلسطينيين وتصفية هذه القضية. ويمكن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت إلى إيمانويل ماكرون وتشديده على أن استقرار وأمن مصر لن يكون أبدا إلا من خلال يعني احتواء الأزمة حاليا والمحاولة الجادة على أن يكون هناك تهدئة من قبل إسرائيل فيما ترتكبه من مجازر في حق المدنيين وحق النساء والأطفال. طبعا الرئيس ايمانويل ماكرون لديه الحقيقه يعني تباين في وجهات النظر، اولا زيارته اليوم الى اسرائيل عليها الحقيقه يعني ملاحظات كبيره جدا حتى هنا من الشعب الفرنسي نفسه، نعم يعني وصولا ب يعني القائه في اسرائيل ودعمه لاسرائيل، والان يتكلم على تقديم مساعدات للفلسطينيين. يمكن هذا يعني الحقيقه محاوله منه بقوله أن فرنسا لا تعمل بازدواجية المعايير، لكن نحن الآن نتكلم عن تقديم فرنسا لمساعدات، لكن على الأفضل أن تقوم فرنسا بعمل مبادرة للتهدئة حتى لا يسقط ضحايا أبرياء مدنيين يعني أكثر فأكثر. يمكن هذا الذي لا بد وأن يؤكد عليه ماكرون في الأيام المقبلة، وأن يثبت للعالم أجمع أن فرنسا فعلا هي بلد الحريات والحقوق، وأنها تحافظ فعلا على المدنيين الأبرياء، وأن ما تقوم به إسرائيل من مجازر بشرية هو انتهاك سافر للقانون الدولي. فطبعا نعم الحقيقة اللقاء اليوم كان هام جدا جدا وفي إطار محوري جدا، يؤكد أولا على إرادة وقوة مصر كدولة كبيرة، واستقرار وأمن مصر هو استقرار للشرق الأوسط كله، فلا طيب بد دكتور أن جيهان، يعي يعني الجميع أن هسأل مصر حضرتك في النقطة دي، يعني الرئيس فرنسا. الفرنسي وعد بأن هيكون في يعني سفينة هتعمل كأنها مستشفى ميداني لمساعدة المستشفيات، وبدخول المساعدات أو هتصل طيارة زي كثير من المساعدات اللي وصلت لمطار العريش ولكنها ما دخلتش، لكن وضع السفينة اللي هتساعد المستشفيات على الأرض ده شيء مختلف يعني. ولكن مع ذلك النقطة اللي حضرتك أشرت ليها هي أنه هو كان موجود النهاردة مع نتنياهو صباحا وعصرا هو هنا في القاهرة بعد طبعا مزار رام الله والأردن، وبيتكلم عن أن الحرب برية هو شيء غير مقبول ولها تبعات كبيرة. يعني هو يعني هذه ما كيف نفهم هذه التصريحات؟ يعني هي مجاملة، هو لم يستطيع أن يقنع نتنياهو بموضوع إلغاء فكرة الدخول البري؟ يعني كل تصريحات نتنياهو في مؤتمر صحفي اللي انتهى منذ أقل من ساعة بيؤكد على أن في دخول بري، لكن هو لم يحدد الموعد، وبيؤكد على أنه يعني يجب أن تكون هناك عملية تطهير للقطاع. فكيف نفهم نعم تصريحات ماكرون؟ يعني في كل مكان هو يغير من تصريحاته؟ هو الحقيقة يعني هذا هو يعني ما يريد أن يقوله، في يعني هو ملاحظ للجميع أن يعني هناك ازدواجية في المعايير. هو يقول أنه يتعاطف مع الأبرياء ومع الضحايا في كل مكان، لكن في نفس الوقت هو يذهب إلى إسرائيل ويساند إسرائيل، ولا لا لم يستطع أن يقنع إسرائيل بأن تقوم ب يعني رضع هذه الإجراءات التي تقوم بها من مجازر وارتكاب أكثر يعني سقوط أكثر ضحايا، وفي نفس الوقت يتكلم على مساعدات. الحقيقة هذا هو ما جعل الشارع الفرنسي نفسه ينقسم ما بين مؤيد ومعارض لهذا الوضع السياسي. يعني رؤية ترامب
الحقيقه الى الان هي رؤيه ليست واضحه على الاطلاق. يعني الحقيقه يعني طب للأسف يعني فقدنا الاتصال بدكتور جيهان جدو، ولكن يعني كلام حضرتك واضح جدا، واضح ان الازدواجية في كل حاجة بدءا من المعايير وصولا للتصريحات. دكتور جيهان جدو كانت معنا عبر سكايب من فرنسا، وهي الكاتبة والمحللة السياسية.